بسم الله الرحمن الرحيم. إذا واحد كان على جنابه ونام جنبا ولم يغتسل ثم توفي وهو على جنابه ماذا عليه؟ ليس عليه شيء إن شاء الله تعالى، لكن الأفضل الإنسان ما ينام على جنابه. عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال ينام الرجل جنبا؟ قال إذا توضأ. قال نعم إذا توضأ. الأفضل إذا ما يستطيع أن يغتسل أو ما له خلق يغتسل أو كذا على الأقل يتوضأ، لكن ما عليه شيء إن شاء الله تعالى.